مرحبا، أنا أوجد نبالي من اعزف.com، وبهذا الفيديو رح نتعلم موشح يا شادي الألحان، موشح على مقام الرست. وبهذا الفيديو رح ناخده من درجة الدو. في البداية بناخد مقام الرست على درجة الدو. صورة أبطأ، دو ري مينوس بمول فا سول لا سينوس بمول دو، بنرجع. تمام، نبدأ بالأغنية بهذا الشكل. والسولفيج دو 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 سول لا سي دو لا سي دو ري. بنتابع. والسولفيج ري دو ري دو دو سي سي دو سي لا 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 سي لا سول. وبننتبه على انه السي عندنا بمول بهذا الجزء. هل بنتابع؟ سولفيج سول سي لا سي لا دو سي لا سول 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 لا سول فا. وبننتبه على انه لا عندنا بمول والسي عندنا بمول. والسولفيج لا سول سي سول لا فا مي ري مي فا سول فا سول. نتابع. سولفيج دو فا مي ري ري دو دو ري مي فا سول لا سي دو. منتابع. والسولفيج سول فا مي ري دو سول فا مي ري دو فا مي ري مي مي ري دو. منتابع. هلا هذا اللي عزفناه بيشبه الجزء الاول اللي عزفناه. هلا بنتابع اللي بعده. والسولفيج فا مي فا مي مي ري دو ري دو دو سي سي لا سول. بنتابع. هذا الجزء برضو شبيه بالجزء اللي عزفناه فوق. هلا بنتابع. وبرضو هذا الجزء هو نفس الجزء اللي عزفناه بالبداية. وبهيك بنكون تعلمنا موشح يا شادي الألحان على مقام الرست. وبهذا الفيديو أخذناها من درجة الدو.